اولا مبروك المنتخب الوطني بالوصول ديالو للدور ديال ربع النهائي، و اللي كنا ماتش صعيب لانه ديربي عربي بين الاشقاء ديالنا المصريين، هما راه خدنا ولكن الكوراج ما عندنا دابا، حنايا كل روح رياضيه تشجع المنتخب والمنتخب اللي يربح لحقاش عندنا ميسي عالمي فرمالي هو حكيمي، وكما كيقولوا هما مصر ام الدنيا والمغرب ابوها. تحياتي هنيئا للمنتخب الوطني للفوز ديالو على ملاوي، وهنيئا للمنتخب لفوز التأهل ديالو ضد كوت ديفوار. غدا يوم الأحد غادي تكون واحد المقابلة اللي هي صعيبة شوية ما بين الأشقاء العرب ما بين المنتخب المغربي والمصري، غير هي كاين غالبا عندهم واحد شويه تخوف محمد صلاح، ولكن اللي بغيت نقول محمد صلاح ديال ليفربول ماشي هو ديال المسار ديال القرن 2021، المستوى اللي كيظهر به شويه ناقص على صلاح اللي كنشوفو في ليفربول، ولكن ما خصناش نقولو بحال هكذا ونتيقو في راسنا بزاف ونستهزئو بالخصم، بالعكس اننا خصنا تكون عندنا واحد الثقة ونحترموا الخصم، وكنتمناو الفوز للمنتخب المغربي ان شاء الله، وديما المغرب وحد اوفر للمصريين خوتنا وما يتقلقوش عندنا حنا اللي دايزين. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لطاقم أحداث القنيطرة. غدا إن شاء الله الفوز سيعود للمنتخب الوطني المغربي، هكذا تعطينا إحصائيات على مر العقود الماضية، الأغلبية كانت في معظم مواجهات المنتخب الوطني المغربي، والحمد لله حنا دابا عندنا واحد في المستوى، هما عندهم محمد صلاح وعندنا أشرف حكيمي، وإن شاء الله يربحات المغرب يربح ماسر، كنا عقود ويربحوا المغاربة بإذن الله.